انا ما كاينه لا خدمه على شركه لا حتى حاجه في تاونس. مدينه تاونس راك عارفينها، تاونس هي الباب ديالها ديال الكتاب. ونخرج عند نقول الله عليك لا صوت، احنا ما قاولنا حتى الريحه. قيل بالك لك البوله ونعمل لك هذه ونعمل لك تسرح لك الطريق للدار ونعمل لك نهار الخمسه. كاين شي حاجز في الطريق ما كيخليش المستثمرين يوصلوا؟ واش ضعف ديال الترافع ديال الناس ديال تاونات عند الجهات المختصه؟ على حسب المنطقه، البلاد خصها شويه ديال التحرك من الناس المسؤولين الكبارين اللي كيعرفوا عندهم غير. حنا كنبيعوا ولا نشريو؟ والله غير السايكو كل البن، السايكو كل البن، حنا السايكو كل البن ناكلو، حنا غير السايكو كل البن. كاين نهار يمكن نسفالو، الا كان نهار يمكن نسفالو بالله راه مرحبا بكم اخي في مدينه تاونات. تاونات حنا تنبيعوا ونشريوا قضيه مايته من دخلت كورونا، الظروف والو، وحنا هنايا راك عارف ما كاين لا بيع لا شراء لا والو، وان الصرف ما كاين شيء، وحنا تنموتوا اخويا. اش نقول لكم؟ والله الا تنموتوا. هادشي اللي تنطلبوا من الناس والمسؤولين يقدوا بينا ويخدمونا ولا شي حاجه، ما كاينش، ما خدمونا ما والو. ضربين شوف شحال الحب ضربينا وما كاينش اللي يخدمنا. تنديروا هاد الطبله هادي وبعض مرات يحيحوا علينا، مرات يخليونا، ايوا هادشي اللي كاين. الشباب حنا والو، الشباب ما كاينش اللي يخدمونا. هنا ما كاينه لا خدمه لا شركه لا حتى حاجه في تاونس. مدينه تاونس راك عارفينها، تاونس هي الباب ديالها ديال الكتامه. دابا سادينها على اي حاجه من كتامه، ما كاينش شي الكيف، راه ما كيدخلوش هنا يشريو مننا انا صافي. حتى حنا واخا عندنا الطبله الظروف ديالنا مايته قضيه. هذا الشيء اللي تنطلبوا من المسؤولين. الآن وصلت ل 40 سنة كعمالة، ولكن واقع مؤشرات التنمية هي في حالة ضعيفة جدا، رغم مطالب الساكنة، رغم العرائض، رغم يعني الكتابات والتدوينات سواء مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن مؤشر التنمية في مدينة تاونات يحتاج إلى الكثير. أولا هناك بعد نقط أساسية اللي تطلبها الساكنة. أولا الطريق فاس تاونات أو ما يسمى بطريق الموت، منذ يعني دراسات واجدة وسمعنا التمويلات كاينة، ولكن المشروع مازال ما خرج لحيز الوجود. بناء كلية بمزراوة تم التسجيل ديالها من طرف السيد الوزير، مازال ما رأتش النور. بالنسبة للشباب، المؤشر البطالة طالع بزاف، علاش؟ انعدام الوحدات الصناعية اللي يمكن لها تمتص هاد النسبة المرتفعة ديال البطالة. الشباب ما عندهم ما يدير، إما يرتميوا إما في آفات المخدرات أو يعني بحكم الجوار ديالها مع كسامة والنواحي اللي معروفة بزراعة القنب الهندي، كتبقى هو السبيل الوحيد للناس هاد الشباب باش يمكن يخرجوا من قوقعة البطالة والخصص. وتاونات بصفة عامة الحيز الجغرافي ديالها هو حيز صغير، يعني ما تحتاج بزاف أنها باش تكون مدينة ذات مواصفات، مدينة اللي تطمح وتلبي طموحات الساكنة، رغم أن المناخ الطبيعي والجغرافي حباها الله تبارك الله. ونخرج عندنا نقولوا الله عليك لا صوت، قولوا لنا تفرق البون، أنا فزت عني، احنا ما قاولنا حتى الريحة. قيل بالك لك البوله ونعمل لك هذه ونعمل لك تسرح لك الطريق للدار ونعمل لك نهار الخمسه. نجد عند ود الحاج قال لي خليت العام اخر ونصوب لك انا. صوبت على واحد، سيعلقوا لي البوله ويسرحوا لي الطريق ويعطوني البون كما الناس، لي انا شكون عندي. كاملين الناس اللي ما وصلوش ليها يجيو، مرحبا بهم في اي وقت. ومنطقه مزيانه، لا الهواء لا الماء لا الطبيعه لا الحياه، كامله مزيانه فيها.
واللي جا مرحبا به. وكنقول لك واحد القضيه على حسب المنطقه، البلاد خصها شويه ديال التحرك من الناس المسؤولين الكبارين اللي كيعرفوا عندهم غير على هذه البلاد، يوصلوا لهنايا ويشوفوا بعينيهم ويشوفوا الطرقان، يشوفوا البلاد كي دايره، والا الدواء فيها راه غتبان اكثر من هادشي. هذا الشيء اللي غنقول لك انا بالنسبه على حساب هذه المنطقه هذه. والله يوفقنا ويوفقكم للخير. مؤهلات شنقول لك، صعيب الحال باش ما بين حتى شي مؤهلات لحقاش من هذا. انا قلت لك كل واحد فين غابر، البلاد ما فيهاش، فيها الناس ساكنه قليله، الناس اللي بقاو هنا الوالدين الجدود هما اللي مازالين هنا. اما بالنسبه للناس اللي كبار واللي قادر يخدم كل شيء خارج، اللي في فرنسا، اللي في الدار البيضاء، اللي جميع الجهات ديال المغرب مفرقين فيهم، وكاينين الناس مسؤولين. انا كنعيط لهم من هنايا، كنقول لهم جيو لبوكلانه وشوفوا بوكلانه كي دايره باش تعرفوا بوكلانه كي دايره، ويشوفوا الناس ديالها كيفاش عايشين، وإلا كان عندهم شي حاجة في المستطاع يوصلوا على هذه البلاد ما عندهم شيء، نتمنوا من الله هو اللي يوقف معنا في هذه المنطقة. خامة خص غير اللي يكتشفها وخص غير اللي يستثمر فيها، الاستثمارات عديمة. علاش؟ الله اعلم. واش كاين شي حاجز في الطريق ما كيخليش للمستثمرين يوصلوا؟ واش الضعف ديال الترافع ديال الناس ديال تاونات عند الجهات المختصه انه باش يمكن يدفعوا المستثمرين؟ شي غير تاونات السونتر هو هذا، اما الخارج ديالها تبارك الله راه زعما كاين مناطق طبيعيه، سياحه جبليه يمكن تكون من الطراز الرفيع، ولكن شكون اللي عنده داك الدافع الاول باش يدير الخطوه الاولى؟ هنا كاينه الاشكاليه، وهنا كتبقى الطريق اللامباس اللي ما يمكنش ندوزوه. وحنا كفاعلين جمعويين يعني عندنا افكار، عندنا طموح، كما بعض المرات كنخرجوا به التدوينات ولا في دردشات في القهاوي في المقاهي ما يمكنش توصلك شي حاجه. الناس كنتمنوا المسؤولين انهم نضرب بعين العطف لهذه المدينه هذه، ويساهموا ولو بالقليل باش يخرجوا مدينه تاونات من القوقعه ديالها، لان عيب وعار تاونات في 40 سنه تبقى على الحاله اللي هي، العام اللي جيت تلقاها على الحالة. كنصوروش السيمان فان كنصور حتى درهم، بقينا غير جالسين. انا كاين شهر من كدخل علينا تيريال، انا غير جالسين كنخلطو الحليب غالي والبيضه غاليين وكل شيء غالي، ما كنصورو حتى درهم. واللبن غير اللبن والصايكو، باش نديرو حنا بالبن والصايكو؟ الناس تاكل اللبن والصايكو، يمكن لاش تاكل غير اللبن والصايكو؟ والو يلا والله عطينا الصايكو كنا واللبن، حنا هاد اللبن والصايكو مبقيناش مابقاش مخرجنا، انا غير جالسين صافي والله ما عاد جالسين بيه بلا ما كان. حنا تبيع انت بيدو في النهار ولا شنو نصوروه؟ كنردو المول الحليب، كنردو الساير، كنردو مثلا الحانوت، كنردو حنا ما بقيناش كنلبن بزاف.